اجوا عاونونا باش نحلوا المشاكل وقلت لهم هالحل. اولا احنا كنتمناو بان هذه الانتخابات المقبله تكون فيها النزاهه والشفافيه وتحترم فيها الاراده ديال المواطنات والمواطنين، وانه تعبر لنا على واحد النوع من السياده الشعبيه. وكنتمناو انه المجالس المقبله المنتخبه تكون بالفعل خدات الدرس من هذه الازمه المركبه اللي كتعرفها بلادنا، ويفهموا الناس بانهم خصهم يشمروا على سواعدهم باش يرعاوا المصالح ديال المواطنات والمواطنين، وانه الناس اللي غادي ترشح غدا كنتمنى على الاحزاب خصوصا الاحزاب الجاده انها ترشح ناس اللي هما في المستوى، عندهم كفاءه، عندهم اخلاق، ويكونوا فاهمين بانهم انتخابات راها محطه باش يمكن لنا نكونوا في خدمه المواطنات والمواطنين في كل الجهات. اللي كنت كنتمنى انه المغرب يكون خطى واحد الخطوه قبل من هذه الانتخابات باتجاه البناء الديمقراطي الكبير، يعني انه نكونوا كان عندنا واحد الدستور ديمقراطي في فصل الصولات، وان تكون الحكومه كتحكم والبرلمان بالفعل كيشرع بوحده، وكاين يعني بالفعل امكانيه تربط كل مسؤوليه كيف ما كانت بالمساءله، وانتقلوا لواحد القضاء اللي هو مستقل ونزيه، وانتقلوا الى الاصلاحات اللي ما بقاتش قادره بلادنا تصبر باش تحقق فيها، اصلاحات دستوريه وسياسيه ولكن اصلاحات كذلك ديال الاداره. حنا كنقولوا الاداره في خدمه المواطن، الاداره مازال ما كايناش في خدمه المواطن. الاصلاح ديال القضاء حنا مازال محتاجين الى اصلاح منظومه العداله في بلادنا باش يمكن لنا نحسوا بالمساواه امام القانون كلنا، ويكون القضاء بالفعل كيشجع وكيخلق ذاك المناخ اللي كيساعد المستثمر، كيساعد اي مواطن مواطنه باش انه يكون عايش في بلاده وهو مرتاح. ثم بغينا اصلاحات ديال التعليم، حنا كنشوفوا قبل من الانتخابات يعني تم دق اخر مسمار في النعش ديال المدرسه العموميه والجامعه العموميه، وكيضربوا لنا الاساتذه وكيفرضوا عليهم يعني التوظيف بالعقده، وحنا عارفين باننا محتاجين نوظفوا استاذات واساتذه، كاين خصص كبير في الوظيفه العموميه، ونعلموهم راه باش نعتقوا المدرسه خاصنا هذوك 25,000 ديال الاستاذ والاستاذه اللي كيمشيو للتقاعد كل سنه نخلفوهم باحسن ما لدينا من ولادنا وبناتنا اللي هما مختارين، هما اللي كيجيو هما الاولين في القسم، ونكونوهم باش يكونوا لنا بنات وابناء الغد. هكا نجحت سنغافوره، هكا نجحت كل الدول الاسكندنافيه باش عطات قيمه للتعليم واستثمرات فيه واعتبرات الاستثمار في التعليم استثمار استراتيجي. هكذاك نهضت واحد النهضه لا تتصور. اليوم العالم كله بعد هذه الجائحه وهذا الكساد كله يجمع، يكاد يجمع على انه ما كاينش شي بلاد يمكن لها تقدم بلا ديمقراطيه، ما كاينش شي بلاد يمكن لها تقدم بلا مدرسه عموميه وصحه عموميه، وناخذوا الدرس، ما كاينش شي بلاد يمكن لها تقدم الا ما حافظاتش على البيئه وربات شبابها وشاباتها على الاحترام ديال البيئه، ما كاينش شي بلاد كتقدم الا ما احترمات الشابات شاباتها ونسائها، لان ماشي غاده غير بنادم، راه المرأة إنسان كامل إنسانية، مجتمعاتنا فيها 50% ديال المرأة و 50% ديال الذكور، خصنا نعطيو المكانة والإمكانية ديال المرأة باش تبادر، باش تقرا، باش تخدم، باش تساعد، باش تنميتها هي الوطن ديالها، ما يمكن ليناش أننا نهمشوا نسائنا، وأنتم كتعرفوا النسبة ديال النشاط ديال النساء قليل، لأن مازال المجتمع الذكوري، حنا بغينا مجتمع حداثي، هذا المجتمع الحداثي كيف كنشوفوه حنايا، ما غاديش نقطعوا مع ما يجعلنا مغاربة للهوية ديالنا. احنا بحاجة الى قراءة حضارية ومتحضرة لتراثنا الاسلامي، لتراثنا كله، باش يمكن لنا نهضو، باش يمكن لنا نتصالحوا مع العقلانية، نتصالحوا مع الحداثة الحقيقية، واننا نبني مجتمع اللي كيصون الكرامة وكيحترم الحقوق وكيحترم الحريات باش يعطي الفرصة للجميع. ولهذا كنرجعوا نقولوا كيف خصنا دولة ديمقراطية، خصنا جهوية حقيقية، وخصنا نبداو باصلاح التعليم، نخليه عمومي ومجاني ولكن نهضوا به ونديروا فيه الامكانيات. هذا التعليم اللي خرجنا منه حنا بغينا يخرجوا منه الملايين ديال الشباب والشابات، ما يبقاش الهدر المدرسي، نواكبوا المدرسه، لان التنميه اساسها الانسان. هذا الانسان اللي كوناه وسلحناه بالمعارف وبالقيم وعرفناه بانه ماشي الريع اللي كيربح، العمل ثم القيمة، العمل ثم العمل، باش يمكن له يخدم بلاده يكون غدا مستقل ويعاوننا. انتخابات جاية كنتمنى كل الشرفاء في هذا الوطن ما يقاطعوش، وأنهم يتعبؤوا ويتعاونوا مع الأحزاب الجادة، ويدفعوا الناس اللي هما شرفاء هما اللي غيمثلوهم غدا، هما اللي غادي يمثلوهم غدا، باش يمكن لنا نبنيو طوبا طوبا هذا المغرب اللي هو ممكن، مغرب ديال الديمقراطية وديال العدالة الاجتماعية، مغرب ديال المواطنة، مغرب ديال المعرفة، ديال الثقافة، ديال المساواة. هذا هو المغرب اللي بغينا. حنا راه كل محطه كنشاركوا
واخا في صعوبات جمة كنشاركوا باش نزيدوا نقدموا بلادنا بهذا الاتجاه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.